السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم صرخة ناشئ. النهاردة معايا ومعاكم ضيف من نجوم الزمن الجميل لنادي الزمالك، كابتن سامح يوسف نجم نادي الزمالك والمقاولين العرب السابق. مرحبا بك كابتن سامح. أهلا وسهلا أستاذ محمد، وسعيد أنا بحضرتك في قناة صحة وجمال. أنا سعيد بتواجدك معانا كابتن سامح. قيمة كبيرة لجمهور نادي الزمالك في فترة من أسعد الفترات لنادي الزمالك اللي خد فيها بطولات كتيرة. في إنجادة المدير الفني البرتغالي كان بيسمي كابتن سامح يوسف الجوكر في نادي الزمالك في فترة من الفترات. فين الكابتن سامح يوسف دلوقتي؟ متواجد والله، موجود. استنى تعرف انا مكلش وحدة الظهور دي يعني شوية، ما بحبش اشتغل كتير، لكن انا موجود الحمد لله، شغال في نادي المقاولين العرب، مدرب في نادي المقاولين العرب، قطاع الناشئين، ومتواجد يعني. احنا طبعا برنامج صرخة ناشئ بنتكلم عن قطاعات الناشئين، وطبعا لما عرفنا ان الكابتن سامح يوسف محقق نجاحات كبيرة مع نادي المقاولين العرب في قطاع الناشئين لمواليد 2007 وقبل كده 2005، حابين ان احنا نغوص في اعماق نادي المقاولين العرب مع الكابتن سامح يوسف في فتره قطاعات الناشئين للكابتن سامح، اللي هو بدا من البراعم مع نادي المقاولين العرب. معانا مجموعه من الصور اللي انا يعني براهن الجمهور لما تنزل على الشاشه اللي هيعرف الكابتن سامح من الصور دي يبقى يقول لي، عشان خاطر هندخله معانا في مداخله الحلقه الجايه. يعني كابتن سامح اختصنا مجموعه من الصور المميزه فعلا. انت عرفتني. مجموعه من الصور المميزه اللي ان شاء الله يعني هتتفاجئوا بمجموعه من اللعيبه اللي هي النهارده مدربين وشغالين ما شاء الله، محققين نجاحات كبيره قوي على مستوى التدريبي في مصر. فاول ما الصور تبقى جاهزه معانا بس حد يبقى يبلغني. كابتن سامح يوسف، في البدايه كده حضرتك نجم نجوم نادي الزمالك، قبل ما نروح لقطاعات الناشئين حابين يعني نعرف موقف حضرتك ورايك الشخصي كابتن سامح يوسف كمهاجم لنادي الزمالك ومهاجم لنادي المقاولين العرب في قصه مصطفى محمد. مصطفى محمد النهارده مصر على الاحتراف، نادي الزمالك بيقول له لا بعد الاولمبياد، قول لنا رايك ايه. بص انا طبعا يعني انا مع كل طبعا اللاعب حقه يامن مستقبله طبعا، وحقه يشوف مستقبله، لان الكوره انت فتره بسيطه بتلعبها وبعد كده يعني خلاص. احنا الكوره هم 7-8-10 سنين بالكتير بتلعب الفتره ديت، وبعد كده بتتجه لمجال تاني بقى، بتعتزل مجال التدريب. فما كنتش هتستثمر الفتره اللي انت فيه بتلعب فيها، معلش طبعا مع احترامي كل الانديه، ما بعد ما تبطل يعني اللي بينفع الواحد هو يعني راس المال اللي عمله وحبه الجماهير وكل حاجه. فطبعا كل لعيب من حقه يعمل مسابقه، انا موافق على النقطه دي. لكن برضو يعني مصطفى محمد اتعرف من خلال نادي الزمالك، من خلال جمهور نادي الزمالك، لازم برضو يطلع من خلال النادي بموافقه النادي، بعرض يليق بنادي الزمالك، بعرض يليق بمصطفى محمد ذات نفسه كراجل من احسن مهاجمين في مصر، وهو راجل لسه صغير، سنه صغير، والفرصه قدامه يعني كبيره. اذا كان العرض دلوقتي مثلا مش مناسب للنادي او مش مناسب ليه، اعتقد ان ممكن فعلا مع بعد الاولمبياد ربنا يكرمه ويجي عرض احسن. اتفضل. طيب احنا هنطير لالمانيا كده، معانا ومع حضرتك الكابتن محمد ابو الحابي المدير الفني لفريق معهد كيرفا كوتشينج الالماني. بنرحب بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا محمد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. طبعا يا كابتن محمد احنا يعني عايزين نستغل الفرصه في تواجد حضرتك معانا النهارده، قيمه كبيره في مجال التدريب في قطاع الناشئين في المانيا، محقق نجاحات ما شاء الله كبيره جدا. حابين نعرف رؤيه حضرتك للنهوض بقطاع الناشئين في مصر عندنا، يعني النقط البسيطه اللي تقدر حضرتك من خلالها ننهض بقطاعات الناشئين في مصر، وحضرتك شفت قطاعات الناشئين ونزلت مصر وشفت الدنيا ماشيه ازاي هنا في مصر. والله محمد، زي ما حضرتك بتقول قطاعات الناشئين في مصر في الوقت الراهن محتاجه شغل كبير جدا، ويمكن من قبل كده، وفي قامات كتير كبيره جدا تدريبيه في مصر ماشيه على اصبع المية، والناس دي اتكلمت كتير وقالت ان قطاعات الناشئين في مصر يجب ان يحط لها خطه غير الخطه الموضوعه حاليا. يعني احنا زي ما حضرتك بتشوف في مصر ممكن لاعبين كتير جدا في سن الشباب في سن 15 سنه او 16 سنه بيبطلوا كوره بسبب اصابات، بيبطلوا كوره بسبب ضغوط نفسيه، بسبب ضغوط اولياء امور، بسبب بنيه تحتيه غير سليمه. فالكلام ده كله لازم يتحط له خطه، وخطه تكون موضوعه بشكل سليم وبشكل علمي، بحيث ان احنا فعلا مصر بلد ال 100 مليون ما يكونش عندها فعلا لعيب او اثنين او ثلاثه او اربعه. احنا حق ان احنا بمواهبنا الموجوده في مصر اكثر من 100 محترف واكثر من 100 لاعب يمثلونا في دول اوروبا كلها. فاحنا محتاجين خطه كبيره جدا لقطاعات الناشئين في مصر، وجدول غير الجدول الموجود، وبطولات غير البطولات الموجوده. فلا احنا محتاجين شغل كتير فعلا في الفتره اللي جايه دي. ده لو الناس هتسمع من حضرتك ومني ومن كل القامات اللي بتتكلم مع حضرتك. يعني
حضرتك كابتن محمد، كنت في يعني مع حضرتك في مداخله قبل البرنامج، قلت لي ان انت مقدم مشروع كامل لوزاره الشباب والرياضه للنهوض بقطاعة الناشئين في مصر. ده حقيقي، ده حقيقي. كان ما هو المشروع بينص على التالي، يعني انت بتبني من تحت جدا، هتبتدي تشتغل من قطاعات البراعم، والمشروع بينص ازاي ان احنا نطلع بالبراعم دي ونكون قطاعات ناشئين مؤهله نفسيا ومؤهله بدنيا ومؤهله صحيا. احنا مشكلتنا كمان في مصر لو هنتكلم شويه، المدربين مش مؤهلين. يعني احنا عندنا مجموعه مدربين في مصر على قدر كامل، مش عايزين نقول ان هم مش دارسين، ولكن احنا 50 او 60% من مدربين مصر مش مؤهلين علميا. يمكن هم مؤهلين ان هم لعبوا كوره قبل كده، طبعا احنا نقول في كتير جدا لعب كوره ودخل مجال التدريب من لعبه في الكوره، انما المجال العلمي في التدريب اللي العالم كله ماشي عليه دلوقتي ده مش موجود عندنا احنا في مصر. فده يمكن انا حبيت اعمل عليه سبوت في الفتره اللي فاتت، وعملت فعلا دراسات ودراسات كتير جدا ان ازاي قطاعات البراعم وقطاعات الناشئين بيقدم لها الدعم من وزاره الشباب والرياضه ومن الانديه الكبيره ومن اولياء الامور نفسهم، ان احنا نعمل بنيه تحتيه سليمه ونقدر بعديها ان شاء الله في خلال 5 أو 6 سنوات نقدر يكون عندنا فعلا قطاعات ناشئين خالص باسم مصر زي ما بيقولوا يعني. فان شاء الله باذن الله احنا منتظرين رد سياده الوزير عن المشروع، وان شاء الله في اقرب فرصه اول ما يوصل لنا رد هيكون عند حضرتك خبر باذن الله تعالى. كابتن محمد، امتى اقدر اقول للناشئ ان انا اقدر اديله فرصه للمعايشه في اوروبا؟ يعني من سن كام بالظبط اقدر ابتدي اوفر للناشئ بتاعي او ولي الامر يحاول انه يشوف لابنه فكره المعايشه في اوروبا؟ من سن كام؟ فترات المعايشه في اوروبا ده قانون دولي، وده القوانين اللي حطها الفيفا، ما فيش فترات معايشه اقل من 18 سنه. يعني ما ينفعش ولد يكون عنده 10 سنين 12 13 14، الارقام الغريبه دي قبل 18 سنه ما فيش قانون دولي في الفيفا ان اللاعب ده يقدر يعمل فتره معايشه او يحترف. فمن بعد سن ال 17 سنه، بدايه ال 18، هو ده 17 سنه 18 سنه سن فترات معايشه وسن احترام. طب احنا معانا على الهواء كابتن محمد الكابتن سامح يوسف، نجم نادي الزمالك السابق ومدير فني لفرقه 2007 في نادي المقاولين العرب، حابب يسال حضرتك على حاجه. يا كابتن سامح، اهلا يا استاذ محمد. بارك الله يا كابتن محمد، عامل ايه؟ كسان طيب، شرفت بيك يا فندم. الحمد لله، حضرتك شرف لي، ربنا يكرمك. كنا حابين نعرف برضو تجربه البراعم في المانيا، هل دوري البراعم بتلعب ازاي؟ نظامه ازاي؟ شكل المسابقه تبقى عامله ازاي؟ البراعم بيلعبوا مسابقات، بتبدأ من سن كام؟ سؤال جميل يا استاذ محمد، اهو سؤال مش مترتب. طبعا والولد الصغير البرعم ده بيبدا يخش الجيم من سن كام؟ طيب نستفيد من حضرتك يا استاذ محمد. هو سؤال فعلا سؤالكم من ده الاهميه، وبشكرك عليه جدا يا كابتن. ربنا يخليك. لان احنا يعني بيختلط علينا الامر شويه، يعني حضرتك بتتكلم في سن البراعم لحد سن نبتدي في الناشئين لحد 12 سنه ما فيش حاجه اسمها جيم. مش عارف اسمها ايه؟ مفيش حاجه اسمها ايه يا فندم؟ مفيش حاجه اسمها جيم، يعني مفيش حاجه اسمها جيم. او يلعب، يعني ما يلعبش باوزان او يتمرن باوزان، لان ده خطر جدا بوزن الجسم، المفروض بوزن الجسم لحد السن ده. خطر جدا. بالظبط، وبيبتدي يا كابتن من سن 12 سنه. قبل كده البراعم كل تدريباتهم بمجرد هي بتبقى تدريبات فن مش اكتر، يعني تدريبات ترفيهيه مع الكوره، وما ينفعش نعمل تدريبات للسن ده من دون الكوره. احنا عايزين نحبب الفراعنه او هنا في المانيا كلها تبقى كوره، بيقولوا احنا لازم نحببه. بالظبط، بنحببه في الكوره، بنعمل له تدريباته كلها بالكوره في اشكال ترفيهيه اكثر كتير من ان هي اشكال فنيه. فبالتالي قطاعات البراعم هنا حتى مسابقاتها ما عندناش اي مسابقات بروفيشنال. أيوة. كل الانديه عندها قطاعات براعم كبيره، علشان منه بتبتدي اللاعب دوت اذا كان عنده مهاره، طبعا زي ما حضرتك عارف، اذا كان عنده موهبه بتبتدي تبان في الوقت دوت، ونبتدي نشتغل عليها وبننميها من بعد سن 12 سنه اللي حضرتك بتتكلم عليه، اللي هو فعلا بيبتدي فيه التدريبات بوزن الجسم او العمر الذهبي الاول زي ما بنقول هنا دايما وبندرسه للناس. هو ده بيكون العمر الذهبي الاول للولد، وبيتحط له سيستم التدريب بتاعه زي ما حضرتك تشرفت وقلت فعلا ان مفيش اي تدريبات قوه اوزان او بشيء غير وزن الجسم. فمن هنا البراعم فن، البراعم بتلعب لمجرد ان هي تفهم
يعني ايه كره قدم او ايه الكره دي بتجري فين وبتجري ازاي، انما غير كده ما فيش اي ستريس ولا اي تعنيف ولا الكلام اللي احنا بنشوفه في مصر ده تماما لحد سن 12 سنه، وبعد كده طبعا التعنيف ممنوع تماما. يا كابتن محمد مع حضرتك. تمام يا فندم. اتفضل. طيب احنا عندنا في مصر ظهرت الفتره الاخيره دي فكره الاستثمار الرياضي. الاستثمار الرياضي عندنا اكاديميات، وعندنا وعندنا في مصر بقى بيظهر موضوع الاكاديميات، اكاديميات بتاخد من الاولياد واولياء الامور فلوس عشان يلعبوا كوره. حضرتك شايف الشغل ده موجود في اوروبا؟ يعني فكره الاكاديميات دي والاستثمار الرياضي ده موجود في اوروبا بالشكل اللي بيتطبق عندنا في مصر؟ لا، احنا في اوروبا ما فيش عندنا اكاديميات. يعني مفيش اكاديميات يا فندم، زي خلينا نقول لا مفيش اكاديميات، مفيش حاجه اسمها اكاديميه، ممنوع منعا باتا ان انت تاخد فلوس من اولياء امور او من ناس ان انت تعمل اكاديميه وان انت تقول ان انا هقدم له كل شهر تدريبات. لا، الكلام ده كله موفر من الحكومه، موفر من الدوله، موفر من الانديه. كابتن محمد، هو ده قانون في المانيا ولا ده هو ده قانون في المانيا ممنوع ان انت ما فيش اكاديميات، ولا ده عرف سائد في المانيا؟ يعني ده قانون في المانيا بيحرم الكلام ده ولا ده ايه؟ بس هو ما اقدرش انصه كقانون. تمام يا فندم. يعني احنا خلينا نقول المانيا كلها، انا على مدى ال 20 سنه اللي فاتوا ما اعتقدش ان انا صادفت حد بيقول عندي اكاديميه للعب الكوره. انا ممكن يكون عندي زي معهد كيرفا كوتشنج اللي احنا فيه دوت، معهد بيديني شيء لكره القدم، فبالتالي انت بتاخد فيه بتتعلم فيه بحصص معينه بجدول زمني معين، فبالتالي انت بتدفع لي مقابل، دي اوكي. انما اكاديميه كامله انت بتيجي عندي كل اسبوع مثلا، خلينا نقول لثلاث اربع سنين بتيجي عندي كل اسبوع مرتين في الاسبوع زي الاكاديميات في مصر او الكلام ده، لا ده مش موجود تماما. الدروس ايه اللي بتدوها في الحصص في المعهد يا كابتن محمد؟ يعني بتدوا دروس ايه؟ احنا معهد كيرفا كوتشنج، احنا تكنيك، لما دراسك تكنيك او فن اداء الحركه بالكره وبدون كره وتحركات، فده احنا ما بنتعاملش على قطاع ناشئين بس او شباب، احنا برضو يعني شغلنا على لعيبه كبار ولعيبه اسامي كبيره جدا. يعني خلينا نقول مثلا، لو ناخد مثال بسيط وهقول اسم واحد لان انا مش مطرح له اقول اسامي، احنا بنشتغل مثلا على توني جروس في ريال مدريد، وكان في بايرن ميونخ، ولحد يومنا هذا توني جروس ليه عندنا 60 ساعه في السنه. لكن فكره الاكاديميات بيزود من مهاراته التكنيكال تكنيكال. لكن فكره الاكاديميات بتطبيقها اللي في مصر ده شيء حضرتك شايف ان هو يعني حاجه منزفه، بتنزف اولياء الامور في موضوع الفلوس والكلام ده كله؟ بس هو شيء خطر جدا، لان احنا بنتلاعب بمشاعر اولياء امورنا. ما طبعا زي ما حضرتك شايف ان كل اولياء الامور في مصر او في العالم كله عنده حلم ان ابنه يبقى لعيب كوره، عنده حلم ان ابنه يبقى هو سبب الدخل للبيت في السنين اللي بعد كده، عايز ابنه يبقى هو محمد صلاح طبعا زي ما احنا عارفين، عايز يبقى ابنه تريزيجيه. فاحنا بنتلاعب للاسف في مصر، مش عايز اقول في الوطن العربي، لان الوطن العربي فيه مصداقيه اكثر من مصر. في مصر احنا بنتلاعب شويه بعقول الاولاد الصغيرين وبعقول اولياء الامور، اللي احنا بنصدر لهم فكره ان ابنك هيجي من عندنا بعد اسبوع هنخليه يروح يحترف في ريال مدريد. ده حاجه ما بتحصلش وعمرها ما هتحصل. طب نصيحتك ايه يا كابتن محمد نصيحتك ايه في الموضوع ده بالذات عشان نقفل الملف بتاع اكاديميات ونقفل ملف نصيحتك ايه لاولياء الامور هنا في مصر؟ نصيحتي لاولياء الامور، هو في فعلا لو هنتكلم يعني والحق يعني حقا يتم صحيح، من في انديه عندها اكاديميات، وبالتالي انديه كثيره اللي عندها اكاديميات فرصتها اكبر من ولد ان هو لو عنده فعلا تالنت ان فعلا عينها تبقى جايته لو حسب ما في الصدفه. يعني هو لو انا بتمرن جوه بيتي وانا ابني تالنت وانا شايف ابني عنده موهبه، فالانديه دي ممكن توفر له الفرصه دي، انما ما اقدرش اروح الاكاديميات الخاصه واضحك على ابني كله بكره النادي الاهلي، ما بتحصلش، لان الناس نفسه عنده اولاد كافيين وعنده اكاديمياته، عنده توأمات بيعملها مع انديه ثانيه ممكن يستعين منها اللاعبين، واحنا ما وصلناش ان يعني هخلي ولد يوصل لمرحله ان هو يبقى لاعب، ان انا هفرض على نادي دي استحاله. لا، فاحنا خلي عمليات، انا اسف ان انا اقوله دوت، عمليات النصب منتشر دلوقتي في مصر بشكل غير طبيعي.
طيب احنا بنشكر الكابتن محمد ابو رحاب لان تقريبا في مشكله في الصوت. بنشكر الكابتن محمد ابو رحاب ان شاء الله على وعد ان شاء الله تبقى معانا في حلقه من الحلقات نستفيد من خبرات حضرتك ونستفيد ونصائح لاولياء الامور ونصائح لقطاعات الناشئين في مصر اللي هي يعني شغلنا الشاغل في الفتره دي، وان شاء الله خلال المرحله اللي جايه ما هيبقاش عندنا اهتمام اكتر من قطاعات الناشئين في مصر. بنشكرك كابتن محمد وان شاء الله نلتقي بيك في حلقه هنا في مصر باذن الله. نرجع كابتن سامح تاني لحضرتك. طبعا كلام الكابتن محمد ابو رحاب يعني عن قطاعات الناشئين كلام جميل كله، وفكره الاكاديميات اللي هو كان بيتكلم فيها، وفكره النزيف الاموال اللي بيدفع من اولياء الامور عشان خاطر عايز ابنه يبقى لعيب كوره وحابب ان ابنه يبقى في مكان عاليه. حضرتك شايف الكلام ده ازاي؟ بص انا مش حابب حته الاستثمار دي صراحه، يعني زي ما قال كده برضو يعني في استنزاف لولي الامر دفع فلوس، واحد اولي الامر يدفع 500 جنيه هنا و1000 جنيه هنا، وفي الاخر معظم الاولاد ما بتتعلمش حاجه. يعني مع احترامي طبعا لجميع الاكاديميات اللي هي الخارجيه اللي بره اللي هي مش معروفه مش مرخصه مش بتاع حد لاعب مش بتاع حد دارس يعني مش حد معروف، انت عارف كله لازم يعمل اكاديميات. فتلاقي استنزاف لولي الامر جامد، ولاد بيطلع مش بتعلم حاجه، مش ما خدش حاجه، ما خدش اساسيات الكوره، ما خدش ان هو ازاي يستلم الكوره، ازاي يجري بالكوره، ازاي يسلم الكوره. فانا بصراحه حته الاستثمار دي مش حاببها. احنا يعني حتى لو انت عايز تودي ابنك اكاديميه او تودي ابنك حته يتعلم، وديه من خلال نادي. يعني دي ده الكلام اللي كان بيقوله نادي في اكاديميه، نادي الاهلي في اكاديميه، نزلت في اكاديميه، ام في اكاديميه، انديه كبيره معروفه المحترمه في اكاديميه تحت اشراف النادي، والنادي جاي مدربين لعب الكوره، مدربين لها اسامي كل واحد بيخاف على اسمه. لكن انا بشوف احترامي ده في اولياء امور يعني كوارث، اولياء امور تعمل اكاديميات. بشوف اولياء امور تاخد لعيبه تلم الاولاد وتروح تلعب بيهم ماتشات. طب انت هتدي له ايه؟ كل واحد وله شغلته، كل واحد انا ما اقدرش اروح اشتغل دكتور، ولا اقدر اروح اشتغل مثلا مهندس، واروح اشتغل انا شغلتي بتاع كوره. فانا اقدر ادي كوره، لكن انت واحد دكتور او واحد اي في مهنه ثانيه هتدي الولد اتفرج الفرجه حاجه، وان انت تعلم حد حاجه ثانيه. فلا صح، احنا كلنا زمان طلعنا لعيب الكوره الحمد لله، وقطعنا شوط كبير في الكوره الحمد لله، وصلنا لاكبر المراحل في الكوره، منتخب مصر وزمالك ومقاولين. ما كانش ايامنا اكاديميات، احنا كنا بنلعب في الشارع. يعني الشارع اللي كان مطلعنا، ولا كان في اكاديميات الناس النهارده الناس اتحرمت حتى بالشارع. يعني ما بقاش فيه لا شارع ولا مفيش أماكن مدارس. خلاص ما فيش اماكن، بس برضه في اكاديميات في انديه. يعني كل الانديه عامله اكاديميات، ما فيش بتاعي يعني الزمالك عامل اكاديميه، المقاولين عامل اكاديميه، الاهلي عامل اكاديميه، انبي عامل اكاديميه، دجله عنده اكاديميه، كل الانديه الكبيره المعروفه عندها اكاديميات جوه النادي. لكن الاكاديميات الخاصه الخارجيه والاستثمار والانديه والاكاديميات والناس اللي بيروحوا يشتروا اسماء نادي ويخشوا بدوري لا انا مش حابب كل الحاجات دي بصراحه. الحاجات دي انت شايف ان هي غلط؟ لا طبعا. هي مسؤوليه مين يا كابتن سامح؟ مسؤوليه النادي ولا مسؤوليه اللي هو بيسيب النادي انه يبقى عنده يدي اسمه لحد ان يلعب باسمه، ولا مسؤوليه مين؟ ولا مسؤوليه اتحاد الكوره ولا كله مشترك في كله مشترك. هو النادي غلطان، والمسؤول على الكلام ده غلطان، واللي بيشتري مش هقول لك اللي بيشتري غلطان، اللي بيشتري ده استثمار عايز يكسب مش غلطان في حاجه. لكن انا كنادي كرئيس نادي ما وافقش النادي، انت عايز يعني ما عندكش فلوس تصرف على النادي، هات واحد مستثمر قول له تعالى خش معايا شريك. صح، بدل ما تجيب حد خش شريك وبنسبه في النادي، اصرف على الفرقه وليك نسبه ليك كذا ليك كذا ليك مرتب، يعني قننوها مع بعض. ولكن تخش باسم النادي، وفي نفس الوقت الاتحاد او المنطقه يبعت لكل نادي ما تبيعش لحد، لازم ناشئين النادي تبقى جوه النادي. اصل هو انا هيرجع المنطقه والاتحاد الكوره يقول لك انا بيجيلي ورق، انا بيجيلي ورق، انا بتكلم في بيجيلي ورق ماشي، بس اقدر يعني عايزين نلاقي ليه حل. ما هو ماشي بيجيلي ورق انا معايا، بس لازم الاقي حل. ممكن ابعت لرئيس يعني يا استاذ محمد احنا يعني هل يعقل ان انا اقعد السنه دوري مثلا وابدا دوري، ومسال الدوري هيبدا امتى ومش هيبدا امتى، واول ما ابدا الدوري العب فرقه لا فرقه بتنسحب من الشوط الاولاني، وفرقه بتنسحب من الشوط الثاني، وفرقه ما بتجيش، وفرقه بتعمل دي في مرحله البراعم ولا في مرحله كل المراحل؟ كل المراحل في كل المراحل. كل المراحل يعني بس اعتقد ناشئين يعني اكتر مش براعم. يعني لا بتلاقي يعني النهارده حضرتك رايح بفرقتك تلعب شوط وما تكملش الشوط الثاني، وفرقه ما تجيش خالص، فرقه ما تجيش براعم لا يعني مرحله الناشئين يعني ايوه بالظبط. في ماتشات انت بتبقى كسبان فيها سكور فرقه بتخرج ما بتكملش وفرقه بتقول لك طب كفايه شوط، طب كفايه مش عارف ايه فرقه يعني انا عارف طب احنا في فرق والله العظيم مش عارف يعني احنا عندنا المقاولين العرب كان فرقه من فرق راحت لعب فرقه في ملعبها دوري، فرقه ما راحتش خالص عشان فرقه مجهوله. فرقه اكاديميات مش فارقه معايا يروح ما يروحش، هو بقى واخد اسم النادي والنادي ما يعرفش حاجه عنه، فالاكاديميه مش هتحافظ على اسم النادي اللي شارياه، مش فارقه معايا. لكن لو انا دي فرقه النادي لا رئيس النادي هيبقى خايف على النادي، ما يقدرش ينسحب ما يقدرش ما يروحش، لكن واحد شاري النادي فمش خايف على النادي. صحيح. المرحله بقى حضرتك كابتن سامح يوسف في ناشئين قطاع نادي المقاولين العرب بدات من مرحله البراعم. تمام. تدرجت مع فرقه المقاولين العرب بجيل محترم، يعني انا شفت الصور، انا مش عارف هو ايه المشكله في الصور، بس يعني مع حضرتك
لا كان معاك جيل انا عرفت اطلع منه اتنين تلاتة يعني، مع حضرتك كابتن محمد صديق، مع حضرتك كابتن رامي سعيد. بس احنا كنا جيل جامد يعني، الحمد لله كنا جيل جامد جدا، ومعظم الجيل بتاعنا لعب دوري ممتاز. اللي ما لعبش في المقاولين لعب في انديه بره يعني، مش هقول لك. معلش يا كابتن سامح، في تليفون معانا بيقول لي انه من بدري قوي على التليفون. احمد ايمن من القاهره، اهلا بيك يا احمد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا احمد، اتفضل. تحياتي ليك وللكابتن لحضرتك. انا بس عايز حد يعني حضرتك يهتم بماشيين الترسانه 2001. الترسانه؟ مفيش حد قايله علينا، مفيش اهتمام خالص بقطاع الناشئين، مش واخدين حقنا بصراحه. فمن الناشئ باسم برنامج ترسي ناشئ، ونطالب يكون في عين على معانا مجموعه كويسه جدا، ونعمل الترسانه مشهوره بناشئينا. طيب يا ابو حميد، حاضر حاضر، نبلغ رسالتك. متشكرين يا ابو حميد، اتفضل. معلش يا كابتن، لا فضل الناس بيقولوا لنا في الابليس ان هو من بدري، فما معلش. لا اتفضل. اتفضل يا فندم. كان جيل بقى، كنا بنتكلم عن يعني جيل، كان جيل طبعا. ولا وعايز اقول لحضرتك ان انا في الصور اكتشفت ان كابتن محمد رضوان كان المدير الفني للفرقه يعني بتاعت حضرتك. كابتن محمد رضوان كان يعني من الناس اللي مربيانا، كان جيلي ممكن مسكني وعندي تحت 8 سنين او 9 سنين، ومسكني وانا في الفريق الاول، والحمد لله هو رئيس قطاع دلوقتي وانا مدرب. فالحمد لله ده احنا بنوجه التحيه للكابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين في نادي الوليد العرب. كابتن رضوان بصراحه اللي خرج اجيال من الشخصيات المحترمه جدا بامانه ربنا، مش عايز اتكلم عليه كتير، مهما الكلام مش هديله حقه. راجل محترم جدا، راجل مخلص جدا في عمله، راجل يعني خرج زي ما انت قلت كده اجيال كتير من العرب، من وادي النادي، من قطاع الناشئين من النادي. لو عديت لك من الاول من اصغر واحد لحد محمد صاحب، كان هو اللي لعبه، طاهر محمد طاهر، وعاوزهم كلمه انا، ورامي سعيد، ومحمد صديق، ولعب ناس كتير قوي، ومحمد صلاح، ورامي عادل، كل دول كابتن رضوان اللي ادهم فرصه، و و و و ومحمد زيك يعني، ناس كتير. كابتن رضوان يعني بصراحه يعني كان بيتلقب باسم المنقذ على طول، كان بيجيبوه في الاوقات الصعبه، فتره من فترات الراجل بصراحه. لا ودلوقتي بصراحه يعني نادي العرب لو جيت النادي حضرتك بتروح طبعا بتشوفه طبعا، القطاع ماشي كويس جدا، في شغل عالي جدا، في احترام جامد. كابتن رضوان من الناس المحترمه جدا اللي بيشتغل بصراحه للشغل بس، مش لشو اعلامي ولا المنظره ولا اي مصلحه ولا علاقات. لا ما بيدخلش اكتر من مره انه كابتن رضوان مش يخش ولا يخش يعمل ولا يخش في برامج ولا بيطلع في برامج. راجل بيشتغل في سريه تامه، مقضي شغله على اكمل وجه بامانه ربنا. شوف الصوره اللي معانا كابتن سامح مع المقاولين العرب. دي قبل انتقالك لنادي النادي الزمالك. الجيل ده يا فندم، جيل المقاولين العرب في الفتره دي، فاكر منه حد في كابتن احمد صابر؟ كل الجيل كان معايا. كابتن احمد صابر، وكابتن طارق سليمان، وكابتن علي عاشور، وكابتن زيزو، وكابتن عوده، غير بقى يعني ده الناس الكبار اللي لعبت معاهم، وتامر مصطفى، ومحمد صديق، ورامي سعيد، ومصطفى مارين، وسعد موجودين كلهم دلوقتي في التدريب، مش كده؟ اسماء كلها موجوده دلوقتي في مجال التدريب. معظم الناس موجوده عندنا في قطاع الناشئين دلوقتي. يعني موجود سعيد سعد، موجود رامي سعيد، موجود مصطفى مارين، موجود سعد عبد الباقي، موجود الكابتن احمد صابر، كابتن زيزو، كل دول موجودين في النهارده. المقاولين العرب الناشئ اللي طلع يعني معايشه في يوسف حسن. يوسف حسن، يوسف حسن فرقه كويس، لعب كويس، ومكسب للنادي طبعا. دايما المقاولين العرب هو لحد النهارده هي الناس يعني حابه نادي المقاولين، في فكره ان هو دايما عنده قطاع الناشئين بيصدر لاوروبا، ما بيعملش الكلاكيع اللي موجوده في بعض الانديه اللي هو لازم مش عارف كام مليون، لازم مش عارف ايه، ولازم يلعب عند فريق اول بالزبط. والدين الاول. لا المقاولين بصراحه يعني بيقف مع لعيب كره على طول، اي لاعب بيجي له فرصه بيطلع، ما بيقفش في سكره يعني. طلع يوسف حسن، طلع بلال مظهر قبليه برضه، اي ناشئ بيجي له فرصه انه يروح بره بصراحه. طاهر محمد طاهر قعد فتره كبيره برضه بره. فالنادي بصراحه اي حد بيجي له فرصه ما بيقفش في طريقه بامانه ربنا يعني. يعني احنا كنا قبل المداخله بتاع الكابتن محمد ورحاب كنا بنتكلم عن مصطفى محمد. تمام. وحضرتك معلش الكلام خدنا بس انا عايز حابب اعرف ان النهارده الزملكاوي العادي اللي في الشارع بيسال يقول ايه؟ هو مصطفى محمد قدم ايه للزمالك؟ لازم يقعد مع الزمالك ويضحي ويعمل. هي مجال الكوره 10 سنين زي ما حضرتك بتقول او 12 سنه بالكتير قوي، فهو عايز يامن مستقبله. طب هو عمل قدم ايه للزمالك؟ مش موضوع نقول قدم ايه للزمالك، لكن هنقول ان انت حتى لو جالك عرض لازم تفضل تلعب وتفضل تدي النادي الزمالك لحد اخر يوم. حتى هتمشي من خلال نادي الزمالك، هتروح حتى من خلال نادي الزمالك. هو اللي عمل مصطفى محمد، هو اللي طلع مصطفى محمد، حقك تمشي وحقك تدور على مستقبلك وحقك كل حاجه، لكن بموافقه نادي الزمالك، بعرض يليق بنادي الزمالك ويليق بيك كراجل هداف منتخب مصر الناشئين وراجل دلوقتي منتخب مصر، عرض يليق بيك ونادي الزمالك. من حقك تامن مستقبلك، لكن برضه من حق نادي الزمالك عليك ان افضل العب لاخر لحظه لاخر ماتش. ما ينفعش ان الماتشين اللي فاتوا مش لاقيين، مش شايفين مصطفى محمد فين، اصله زعلان، اصله ما جددش، اصله عايز يمشي، اصله عايز يروح. لا انا العب، عايز امشي، عايز اروح، عايز اجي لحد اخر دقيقه بلعب في الملعب.
بموت نفسي عشان خاطر نادي الزمالك وعشان خاطر جمهور نادي الزمالك. يعني انا اخد من كلام حضرتك ده، دي رساله لمصطفى محمد من الكابتن سامح يوسف مهاجم نادي الزمالك، ده حضرتك مستقبلك. آه. لازم العب لاخر دقيقه اعرف نادي الزمالك واموت نفسي النادي دوت وافرح الجمهور ده. جمهور نادي الزمالك جمهور مخلصه وجمهور محترمه، جمهور تسهل انها تفرح. ما ينفعش ان انا يعدي ماتش واثنين وثلاثه واربعه وانا مش موجود في السكور وانا مش موجود في التشكيل بتاع الزمالك. صحيح. طبعا الزمالك احنا بنهنيه على الفوز امبارح على انبي. شايف الزمالك الفتره الاخيره دي ماشي ازاي؟ والله الحمد لله. ممكن الزمالك يعني لعب ثلاث ماتشات صعبين او اربع ماتشات، اربعه مقاولين وبيراميدز وسموحه وانبي، 10 نقط. اه 10 نقط، اربع ماتشات صعبين جدا، ودي بدايه حلوه للزمالك عكس السنين اللي فاتت. كان الزمالك كان في الاول بيفقد نقط كتير في اول الدوري، كان فما تبدا الدوري معاك 10 بونت من اربع ماتشات صعبين، دي حاجه كويسه جدا برضو، اربع ماتشات مع فرق كبيره. لكن اتمنى نادي الزمالك يعني ايه الاداء بيبقى كويس في شوط وشوط تاني بيقل. احنا عايزين يبقى الاداء الاستمراريه. استمراريه عشان دوسه طويل. مش هينفع ان انا العب شوط اللعب التجاري ده خلاص، يعني ما ينفعش ان انا اكسب 2-0 الشوط الاولاني فالشوط الثاني افضل بقى هدوء واتدلع ومش عارف لحد ما يخش فيا جون. بس يبدا الماتش. انا عايز اقول على حاجه، هو يعني طول تاريخ نادي الزمالك يعني الاجيال حتى حضرتك بيهتم بالكوره. يعني هي مدرسه الفن والهندسه. تمام. دايما يؤدي اداء جميل جدا ويكسب، لكن اعصاب الجمهور اللي هو يفضل حرام. لحد اخر لحظه حرام. دي يعني حرام حد يغير الحته دي ان اخر لحظه يخش فينا جول. ممكن لا ماشي 2-0 ماشي الشوط الثاني العب وكوره كل حاجه، بس ما يجيش في الجون وممكن تعادل في اي وقت والجمهور قاعد قلقان وقاعد على اعصابه وقاعد ممكن يتعادل. طب وليه؟ ما انت في ايدك تكسب 2 وفي ايدك تكسب 4 و5. فعملنا شوط كويس، عايزين الشوط الثاني يبقى نفس الشوط الاول. انت ممكن تطلع من شوط كده 4-3 4-5. فكره اللي هي اوروبا، الناس اللي هي يعني كنا بنتفرج على ماتش بايرن ميونخ وبرشلونه، بايرن ميونخ كسبان 3 عايز 4-5 لحد ما الماتش خلص 8. ما عندناش احنا في لا ما عندناش احنا عندناش ما عندناش احنا جبنا جول واثنين خلاص الماتش خلص. لا الماتش ما خلص، بيبقى 1-0 يقول لك ده الماتش خلاص. طب ما يا جماعه ممكن يجي فيه جول في اي وقت. يعني امبارح شفنا ماتش انبي امبارح جه فيه جول 2-1 ماتش بالظبط. في اي ثانيه يجي فيه جول عادي، يبقى بعد ما 2-0 بقى 2-2 زي ماتش سموحه لو شفته الموسم اللي فات برضه مش عارف كان 3-1 بقى 3-3. طب ليه؟ فخلص حتى لو انت جبت 3 جوان ومش هتجيب تاني يبقى تحافظ على جوني، ما يجيش فيها جوان، ما يجيش فيها جون وفي اي وقت يجي فيها التاني وتخرج الماتش تعادل بدل ما الناس خارجه مبسوطه وفرحانه يبقى انا خرجت متعادل. لا شايف اداء الاهلي مع موسيماني، عدم فتحنا الملف الزمالك عشان قبل ما نرجع تاني قطاع الناشئين، شايف اداء الاهلي مع موسيماني ازاي؟ وبرده الاهلي ما شاء الله يعني يمسك الخشب، محقق 10 نقط في الدوري، التعادل الاخير مع ما انا هتكلم على الاهلي. انا ما احبش اتكلم على الاهلي اقول لك ده انا زمالك. لا 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 ما حضرتك لكن بص النادي الاهلي مع موسيماني حقق بطولات لكن اداء لو هنمشيها يعني لو بالمكسب والبطولات لا زمالك الاهلي حقق بطولات مع موسيماني، حقق كاس مصر، حقق بطوله افريقيه، حقق الدوري. بس هنقول الدوري برضه هو خسران قبل ما يجي، خد البطوله الافريقيه، خد كاس مصر، لكن كمستوى الاداء لا مش هو النادي الاهلي مش عاجبني كمستوى كاداء مش هو النادي الاهلي بقاله فتره كبيره وحش. لو شفنا حتى البطوله الافريقيه الزمالك كان احسن في النهائي. كاس مصر كان في بعض برضه كسب ضربات الجزاء. شفنا ماتش دجله برضه ما قدرش يكسب، يعني الاداء مش زي ما كان مع فايلر. يعني انا شايف مع ان انا يعني الناس العاديه هتقول لحضرتك لا الموسيماني ماتش اتحاد السكندري 4-0 عامل ماتش عالمي، كره جميله اللي اخترقت من العمق، الاهلي بيأدي كره سريعه وجميله. وماتش دجله ماتش دجله وماتش الاتحاد في الكاس ماشي، ما ماتش الجيش في الكاس ما هو لا هقول لحضرتك ماتش الزمالك هو ماتش دجله ماتش هقول لك على ماتش الاتحاد في الكاس. تمام. كان بعد ماتش الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا، فليه ليه ظروفه ان الفرقه كانت مرهقه وكانت تعبانه ورايحه ماتش الاهلي بنشوه الانتصار، فطبيعي انه يحصل انخفاض شويه. لكن هو بدأ الدوري بمباراه قويه، يعني كسبان الاتحاد السكندري في الدوري 4. ماتش وادي دجله الماتش كان مفتوح جدا، كره هنا وكره هنا. الاتحاد برده كان وحش جدا وكان مفتوح جدا، وكنا ومن اول دقيقه باين الاتحاد هيتغلب 4-5. عنده لعيبه ناقصه. الجمهور في الاخر يا كابتن سامح بيهم المكسب. المكسب ماشي، ما انا قلت لك لو بالمكسب لا الراجل حقق بطولات، لكن بالاداء لا شايف اداء الاهلي مش زي ما كان مع بعض. دايما التاريخ بيذكر النتائج. طبعا حد هيفتكر في النهائي كان مين ومين هيبقى؟ لا بالظبط، ما يفتكرش ان الزمالك كان احسن او بالظبط. طبعا انا معاك في دي. طيب انا بس بدي تنويه للناس، لانه الناس في الكنترول بيقولوا ان في كميه اتصالات كتيره قوي على الناس عايزه تقدم في انديه من خلال البرنامج والكلام ده. احنا رسالتنا للجمهور احنا نقدر نساعد على قدر المستطاع في ان احنا نوصلك للنادي، او ان احنا نشوف اي قطاع ناشئين، نكلم الكابتن سامح، نكلم الكابتن محمد رضوان في المقاولين، نكلم الكابتن امام محمدين في اي مكان، ان احنا نوصل ابنك او اي حد عايز يلعب كوره. لكن احنا مش يعني مش مالناش علاقه بقصه ان انا لا كبرنامج ان انا اوديك النادي، بس احنا نقدر ان شاء الله على قدر المستطاع ان احنا نساعد في الموضوع ده.
دي رساله للجمهور عشان الناس بيقولوا في الاربيس انه كميه اتصالات كتير قوي عشان معانا كابتن سامح، فيعني عايزين اللي عايز يلعب في المقاولين واللي عايز يروح انبي والكلام ده. احنا عايزين بس هي كوره ما فيهاش وسايط، الكوره مستواك هو اللي بيفرض نفسه على المدرب. طيب كابتن سامح، انا دايما بسال السؤال ده لكل ضيوفي، ازاي نقدر ننهض بقطاع الناشئين؟ حضرتك في المنظومه وكنت في المنظومه من وانت ناشئ، يعني انت النهارده ما شاء الله الله اكبر مدرب، كنت في شايف قطاعات الناشئين زمان ايه اللي بيختلف عن دلوقتي؟ رغم التطور الكبير في الكره دلوقتي الا ان دايما الناس بتقول لا زمان كانت الدنيا افضل. طبعا ما زي ما قلت لك، يعني زي برضه هنرجع تاني لحته ان معظم الدوري دلوقتي استثمار في البرايم والناشئين، دي زمان ما كانش فيه كده. زمان انا كنت رايح الاعب النادي مثلا فلان، ده نادي فلان، مش عايز رايح الزمالك رايح الاهلي رايح مش عايز اسماء انديه عشان ما بقاش حتى لا يعني حتى مع احترام الانديه الكبيره زمان راح العب انديه صغيره مثلا غابه هليوب للسكر حديد، انا عارف ده راح العب النادي. انا وقت راح العب اسم النادي ده كان عارف ان هم مش هم. فبالتالي مفيش تطور في قطاع الناشئين خالص. زي ما قلت لك في فرقه ما بتروحش، فرقه بتطلع، فمفيش ماتشات ضعيفه، لازم في ماتشات قويه. طب يعني قوي. انا دي مسؤوليتي. الفرقه القويه كلها تلعب مع بعض، يعني لو اعملها ازاي دي يا كابتن؟ يعني اعملها ازاي؟ تتنظم اعمل اطلع الانديه القويه ازاي، احطها على جنب؟ طب وهخلي الناس دي، طب والناس دي ما هو الاحتكاك هيبقى ضعيف برضه، مش هتفرز لي لعيبه كويسه. ماشي، طب ما برضه ما هم ضعفين الدوري مع الفرقه الجامده، يعني الفرقه الجامده ما بتستفادش حاجه. يعني ما اجي العب فرقه ضعيفه انا ما بستفادش حاجه، بكسب 11 و12 و15 ما بستفادش حاجه. فممكن مثلا بدل ما اعمل الدوري مثلا 3 4 مجاميع، لا اعمله مجموعتين، احط مثلا الكويسين مع بعض في مجموعتين، اعملوا مجموعه يبقى كويسين كلهم في مجموعه واحده والضعاف في مجموعه في الدوري اقل تحت مثلا، انظمه كده. بس يعني نحاول نقنن الموضوع ده، ان يبقى فرقه قويه بتلعب مع بعض يطلع لك دوري قوي. نعم في الاخر يبقى في تصفيه، والتصفيه في الاخر بيطلع القوم هنا والقوم هنا بيلعبوا بعض في الاخر، لكن عايزين من بدري يبقى في ماتشات قويه علشان تطلع ناشئ كويس، عشان تطلع ناشئ لمنتخب مصر، ناشئ للنادي، بدل ما لعيب بيروح يلعب مع انديه اكاديميات والكلام ده، انا عايز العب فرقه نادي. طيب الكلام اللي قاله كابتن محمد ابو الحاج، ونبعد بقى عن حته التزوير والتسنين. ايوه لسه جاي لك اهو، خدتها من على طرف لساني. الكابتن محمد ابو الحاج قال جملتين حلوين انا يعني استوقفوني وانا بتكلم مع حضرتك. قصه المدرب، تمام، المدرب عندنا في مصر، انا كنت يمكن بتكلم مع حضرتك برضو قبل الهوا، احنا عندنا، انت شايف، انت راجل لعبت كوره ومارست كوره، وانا عارف ان انت حضرتك كملت تدراسات في التدريب والكلام ده، لكن احنا عندنا في مصر، انت شايف المدرب في قطاعات الناشئين مؤهل انه يدرب في قطاعات الناشئين في مصر، ولا برضو بتيجي بالمجاملات والحب والكلام ده؟ للاسف احنا عندنا في مصر ماشيه بالحب والعلاقات والكلام ده، بس يعني مش في كل حتت ومش مع كل الناس، لكن يعني في يعني في ناس بتشتغل بالعلاقات وبالحب وبالمصالح، وفي ناس بتشتغل لاساميها وتشغلها. طب كابتن سامح، المدربين اللي بيشتغلوا بالحب وبالعلاقات والكلام ده، قادر بقى ده انه يطلع لي ناشئ قوي يمثل منتخب مصر والكلام ده؟ لا طبعا، عمره ما يطلع ناشئ قوي، ولا لان هو ما عندوش حاجه تديها للناشئ. انا فتحت كده مجال ان انا اخد من اولياء الامور فلوس عشان ايد اولاده واعمل كده. هو ما عندوش حاجه يديها للناشئ عشان يطلع ناشئ قوي. الراجل هيشتغل بالحب او بالعلاقه، او عشان فلان قريبي، او عشان رئيس القطاع صاحبي، او عشان رئيس القطاع مش عارف ابن خالت مش عارف مين قريبه، فهيجيبنا شغل مدرب. هو هيعلم ايه للولد؟ هو اصلا لعب ايه علشان يدي ايه للولد؟ او درس ايه عشان يدي ايه للولد؟ فلا، لو لازم الشغل كله يبقى بشغلك، بتعبك، بعرقك، باجتهادك في الملعب. امتى عندنا النقطه دي هتتظبط؟ يعني امتى الكابتن سامح كده يبقى قاعد كده يقول والله الحمد لله احنا بقى عندنا فعلا الاختيارات، المديرين الفنيين بقت بالسي في بتاعه، مش بالعلاقات ومش بالكلام ده. يعني لازم كل نادي يبدا، يعني هو انا عارف ان المنظومه الرياضيه في مصر كلها سواء فوق او تحت عايزه تتنسف، طبعا تتنسف نسف عشان نعيد تاهيل الكلام ده، لكن لحد ما نوصل للنقطه دي يعني نحاول نقلل منها، يعني نحاول نقلل المجاملات الكلام ده كله. كل واحد يبدا بنفسه، لو كل واحد راعى ضميره. احنا عندنا في نادي المنعرب بصراحه يعني مشكله، مش كده الناس بيقولوا ان هم في الكنترول بيقولوا ان التصريح بتاع حضرتك ده تصريح قوي، وعايزين حضرتك تقوله تاني عشان هم اللي هو ان قطاعات الناشئين المنظومه في مصر عندنا عايزه تتنسف، يعني المنظومه الرياضيه في مصر سواء فوق او تحت مطلوب فيها ان اعاده تاهيل كلها. طبعا يعني زي هرجع تاني اقول لك للمقاولين العرب عندنا بصراحه، يمكن كابتن رضوان، لا يعني حته ان يبقى في مجامله او في علاقه او حد بيشتغل عشان لا، الحته دي ما فيش منها خالص. اللي بيشتغل عشان هو مدرب، بيشتغل عشان هو لاعب كوره كان كويس، بيشتغل عشان شغله، بيشتغل عشان التزامه. في معايير بتتحط للمدرب عندنا في نادي العرب، المهندس محمد عادل، الناس مسؤولين في نادي العرب. احنا يعني بتكلم عن ناديه، ماليش دعوه بالانديه الثانيه، لا الامور ماشيه بصراحه. احنا عندنا دلوقتي الراجل اللي اتصل بيقول لك فرقه 2001 في الترسانه
مجموعه مميزه يعني الواحد زعلان نتا سنه اصلا والله، يعني الواحد فعلا نتا سنه ده عريق وكبير، يعني الواحد بيزعل لما يسمع الحاجات ديت. المفروض نتا سنه يبقى في مكان تاني. طبعا نادي الترسانه احنا بنبارك للكابتن مؤمن عبد الغفار مدير منتخب فني 2006. مدرب عام لمنتخب 2006, 2006. وبنبارك للكابتن برضو مؤمن سليمان المدير الفني وحسام عبده المدير الفني لفرقه 2006, وبنبارك للكابتن محمود جابر في فرقه 2003. طيب لما يبقى الكابتن مؤمن عبد الغفار ابن الترسانه وموجود في منتخب مصر وفي شكوى من 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 ناشئ في فرقه 2001, نقول ايه للكابتن مؤمن عبد الغفار او نقول ايه للمسؤولين في نادي الترسانه؟ يعني الكابتن مؤمن طبعا اسم كبير وكان لعيب كويس ولعيب كبير جدا والناس المحترمه اللي انا اعرفهم يعني. فدي رساله للكابتن مؤمن, لو في مشكله في 2001 يشوف ايه هي المشكله لاولياء الامور, يشوف ايه المشكله بتقابل اللعيبه ويقدر يحلها. والكابتن مؤمن قادر, نادي الترسانه ده عريق ونادي كبير, لازم الترسانه يبقى في مكان احسن من كده. الترسانه طول عمرها طلعت نجوم كبيره وهدافين الدوري وكان بينافس على الدوري طبعا طبعا, وطلع يعني حسن الشاذلي حسن الشاذلي نجوم كتير يعني مش عايزين نقول حد طبعا, وتريكا ولعيبه كبيره جدا ومن سليمان وحسين شكري, لا كان جيل عظيم الترسانه. فنادي يعني في مكان لا يليق بيه خالص يعني. طيب يا كابتن, اختيارات احنا اتكلمنا عن اختيارات الانديه, اختيارات المديرين الفنيين للمنتخبات في قطاعات الناشئين بالتحديد برضه بتيجي ازاي؟ يعني ليها منهج ولا والله ما عارف برضه يعني ما اعرفش احنا هو احنا فوجئنا في يوم وليله, ده في منتخب 2006 اتكون كابتن مؤمن كابتن محمود جابر 2003, ما حدش كان يعرف, حد كان يعرف حاجه؟ يعني انت سمعت قبلها ان في مثلا هيتعمل كذا؟ المفروض لما نيجي اعمل طبعا مع احترامي كل الاسماء اللي موجوده, مش بتكلمش على الاسماء اللي هي مسكت, مدرب كويس وكابتن محمود جابر مدرب كويس والناس اللي باقي الجهاز معاهم مدربين كويس, انا مش بتكلم على المدربين. لكن لما تيجي تعمل منتخب مصر 2006 او 2003 او 2001 او بتعلن يا جماعه في منتخب كذا كذا كذا, مش المفروض انه يبقى في الاتحاد الكوره يتقدم سيفيهات؟ ما انا لسه هقول لك, ما هقول لك بتعلن ان في تكوين منتخب كذا 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 طبعا. عشان كل مدرب يقدم سيفي بتاعه. صحيح, قدم كله, قدم ان شاء الله قدم 1000 سيفي 2000 سيفي, وانا اقعد ادرس بقى كل واحد يقعد يدرس السيره الذاتيه بتاع المدرب ده والمدرب ده اشتغل في ايه, نجاحاته ايه, نجاحاته ايه. احنا بنفوجئ اهو في يوم وليله ده فلان مسك منتخب مصر, فلان طب مسك بناء عن ايه, اتقدم امتى؟ طب ما هو كان ممكن ناس ثانيه اولى, ممكن ناس واحد سيفي بتاعه اقوى, فلازم يتقال زي اعلان كده, ده منتخب مصر يا جماعه 2006, فاللي عايز يروح يقدم يروح, انا اروح اقدم, ده يروح يقدم, ده يروح يقدم, واختار براحتك. طيب مفيش شفافيه. كابتن سامح, هنروح لاسلام محمد الناقد الرياضي بنادي الاهلي او اسلام التتش. مرحبا بك يا اسلام. حبيبي يا كابتن محمد, اخبار حضرتك؟ برحب بحضرتك, برحب بالكابتن الكبير الكابتن سامح يوسف المحترم, تحياتي ليه وتحياتي لكل الناس اللي بتتابع حضرتك في كل حته. اسلام, طلعنا انت اسلام التتش يعني من اكتر الناس اللي مختصه بنادي الاهلي وباخبار نادي الاهلي الحصريه من جوه نادي الاهلي, عايزين نعرف ايه اخبار نادي الاهلي النهارده؟ انا سمعت قبل ما اطلع على الهواء ان النادي الاهلي النهارده ما اتمرنش, يعني النهارده كان في تمرين بس النادي الاهلي ما اتمرنش. حبيبي يا كابتن محمد, مبدئيا كده انا سعيد ان انا في المداخله دي مع حضرتك كاول مداخله مع حضرتك. شرفتنا يا اسلام. حضرتك كمان عامل صدى جامد جدا بصراحه ان شاء الله في الميديا وفي العموم يعني. بالنسبه للنادي الاهلي, هو فعلا زي ما حضرتك ذكرت ان فعلا النادي الاهلي ما اتمرنش النهارده. ظهر النهارده في ملعب مختار التتش اللاعب الجديد المهاجم الزب الكونغولي بقى يعني والتر بواليا. النهارده عمل مسحه وظهر النهارده, اللعيبه استقبلته يعني استقبال يليق بالنادي الاهلي فعلا ويليق باللاعب. اللاعب قعد النهارده جمعته جلسه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ, الكابتن سيد عبد الحفيظ حمسه وقال له طبعا النادي الاهلي غني عن التعريف, مستنيين منك الكتير, الجماهير الجماهير كمان مستنيه منك الكتير. وفعلا زي ما حضرتك قلت النهارده تم الغاء المران. ليه يا اسلام المران النهارده اتلغى؟ ايه اسبابي؟ هو كابتن يا استاذ محمد, بالنسبه للمران اللي اتلغى, هي التعليمات كانت من موسيماني ان هو عايز, طبعا حضرتك عارف ان في لعيبه كورونا عندنا حوالي تقريبا 12 لاعب كانوا غايبين عن مباراه وادي دجله اللي فاتت. تمام. فبنسبه كبيره المدرب على قد ما بيقدر عايز ان هو يعني يحاول ان ما يبقاش في اصابات كمان, لان انت عندك ماتش بعد يومين اللي هو مباراه العوده مع سونوزيب بطل النيجر. ومن خلال حضرتك برضه عشان في ناس كانت بتسال بيقولوا ان الفريق ما جاش لغايه دلوقتي, لا الفريق متواجد, الفريق جه وجاهز وهيلعب ان شاء الله الماتش مع الاهلي يوم الثلاث. تمام, ما عندناش يعني احنا ما عندناش اي مشكله مع الفريق بتاع النايبر, واحنا طبعا رحبنا بيهم والفريقين جاهزين ان شاء الله ان هم يلعبوا يوم الثلاث مع بعض. تمام يا اسلام, ايه اخبار يعني احدث الصفقات اللي انا سامع عنها قبل ما اطلع على الهواء ان في كلام مع بعض اللعيبه, حابب ان انت تطلعنا عليهم كده يا اسلام؟ هو
فعلا زي ما انتم حضرتك قلت، في فعلا بعض الكلام على عوده عمار حمدي، في كلام مستر موسيماني بعد طبعا فشل صفقه سيرينو. وعايز اقول لحضرتك ان الفشل مش فشل اداري، يعني الفشل مش فشل تفاوض او الكلام ده كله زي ما في ناس عايزه ترمي الكوره في ملعب الاداره، لا. عايز اقول لحضرتك ان الاهلي لاخر وقت كان متمسك باللاعب، اللاعب ايضا كان متمسك بالنادي الاهلي، بس هو بس هي حته السعر. طبعا حضرتك عارف ان الاهلي من الانديه الكبيره اللي بتحط سقف للعيبه، طبعا لو عدته فانت كده حضرتك بتعمل مشكله وبتعمل خلل في المنظومه، وهتلاقي اللعيبه بتطالب بارقام بعد كده، طبعا انت حضرتك مش هتقدر انك انت تتحملها. وفي سقف عندنا حضرتك واكيد عارف يا كابتن محمد ان في سقف معين الاداره ما بتزودش عليه، وطبعا يعني احنا عندنا لعيبه على مستوى عالي، عندنا كابتن علي معلول لاعب من اللعيبه المحترمه ما عملش اي مشكله ولا بيطالب باي حاجه زياده عن الاهلي بالتالي. طيب يا اسلام، احنا بنتكلم انه يعني كل الناس عارفه ان سيرينو المشكله كانت من جانب النادي صن داونز، مش حابب انه يسيبه بالرقم. معلش عشان وقت البرنامج، وان شاء الله تبقى معانا ضيف في حلقه يا اسلام باذن الله وتتكلم باستفاضه. الصفقات اللي هي يعني الناس حاطه يعني عينها عليها، احنا النهارده كده عمار حمدي انت بتقول لي انه مش راجع في يناير زي ما بعض المواقع كتبت انه راجع في يناير. تمام، هو زي ما قلت لحضرتك بعد فشل صفقه سيرينو موسيماني اتكلم مع الاداره ان هو حابب ان هو يرجع عمار حمدي، وهيخش في الموضوع كابتن مروان محسن. تمام، وفي لاعب تاني يعني على اساس ان هو برضه يبقى في طرديه لنادي الاتحاد. يعني قصدك انه مروان هيروح الاتحاد ولاعب تاني في عوده عمار؟ بالظبط بالظبط يا استاذ محمد بالظبط. وفي عايز اقول لحضرتك كمان في كلام على كابتن باهر المحمدي، وفي جلسه جامعه باهر المحمدي. الكابتن سامح بيقول لك هتودي اللعيبه دي كلها فين يا اسلام؟ مين؟ الكابتن سامح بيسالك بيقول لك الاهلي هيودي اللعيبه دي كلها فين؟ اساله يا كابتن سامح. اسلام بتحب الزياده يا كابتن مصر؟ هنرجع تاني زي ايمن جوزيه تاخدوا اللعيبه كلها بتاعت مصر كلها اسلام؟ ها؟ النادي الاهلي حضرتك عارف بيخش في خمس ست بطولات بيبقى عايز ينافس عليهم. ايوه بس لعيبه كتير كده قوي يعني. بس لا يا كابتن احنا متعودين على كده. انتوا عندكم كام مهاجم يا اسلام؟ لا عندنا حضرتك اكيد عارف يعني عندنا حوالي 3 4 مهاجمين. أربعة وخمسة. بالظبط. بس ما كنت سبتوا لنا احنا قلت ربواليا بقى. طلع من عيني فرود ده. شكرا يا اسلام، ان شاء الله نكمل معاك باذن الله في حلقه ان شاء الله تبقى ضيف معانا ونتكلم عن كل ما يخص النادي الاهلي. بنشكرك يا اسلام. دايما الاهلي والزمالك في فكره التعاقدات مع اللعيبه بتلاقي الاهلي ممكن ياخد لعيب. انت شايف ان احنا هنرجع تاني لقصه انه الاهلي ياخد لعيبه مش محتاج لها والزمالك يبقى محتاج لها، او العكس، او الزمالك يبقى ياخد لعيبه هو مش محتاج لها عشان الاهلي عشان يحرم الاهلي؟ النادي الاهلي بقى في لعيبه كتير قوي يعني. انت بص على المهاجمين، اكتر من 5 مهاجمين او 6 يعني، لو عدناهم مروان محسن، صلاح محسن، احمد ياسر ريان، محمد شريف، ولتر بواليا، كهربا بيلعب فيرود ساعات، وبادجي اللي طلع اعاره. ست فراوده كتير قوي، في قوي ست فراوده في فرقه كتير طبعا. هي الفرقه اللي بتلعب يعني هو رجعوا يعني هم رجعوا ثلاث فراوده الماتش اللي فات 12، رجعوا ثلاث فراوده صح، رجعوا ثلاث فراوده من اعاره، محمد شريف وحماد ياسر ريان وصلاح محسن. بالظبط يعني انا شايف ان احنا برضه يعني مش عايز اخد لعيبه واقعدها. انت دلوقتي ولتر بوليا ده محترم هيجي يلعب لاي حد، يبقى انت عندك 5 6 مش هيلعبوا. طب محمد شريف ده ماشي كويس وبيجيب اجوان وهداف الدوري، ولو انا شايف لو كمل ممكن يبقى من هدافين الدوري. ما هو يعني هيطلع حد يقول لك ما هو الماتش اللي فات الاهلي لعب بدون 12 لعيب بسبب دي ظروف، عشان ظروف يعني ظروف ايه. ما هو ممكن يكون النهارده الاهلي بيتعاقد مع لعيبه عشان خاطر كده يامن نفسه في اللي جاي، يعني يامن نفسه في البطولات عشان ما يخشش يلاقي 5 6 لعيبه. انا فاكر يعني شفت التصريح لموسيماني عجبني جدا، بيقول ايه؟ بقول انا كل يوم الصبح بقول يا رب مين اللي هيبقى عنده كورونا في الاهلي. هو الموضوع ربنا يستر طبعا، وربنا يعدي الايام دي على خير ان شاء الله باذن الله. الموضوع صعب يعني. طيب كابتن سامح، انا دايما بحب دايما اعرف من النجوم الكبار اللي زي حضرتك فكره التزوير في قطاعات الناشئين دي برضو بيبقى مسؤوليه النادي ولا مسؤوليه ولي الامر ولا مسؤوليه مين؟ مش مسؤوليه النادي خالص. انا بعد كده اتكلم الحته دي يا جماعه، ما فيش نادي هيزور لعيب، ما فيش نادي هيعرف لعيب مزور هيلعبه. انا كنادي من العرب، انا بنافس على الفرق طبعا على كل المراحل. بتاعت النشئين نادي المقاولين معروف، فهلعب هلاعب واحد عندي مثلا مزور وبعرف ان هو مزور وعارف ان طبعا المزور بيبقى باين على شكله وعلى جسمه وعلى لعبه وكل حاجه. هلاعب واحد مزور عندي وعارف ان الانديه كلها هتشتكيني مش هتسيبني
وانا لو لعبت واحد مزور وخسران كل الماتشات شكوى هخسر كل الماتشات. صحيح. هطلع بره مش هنافس، اخدت بطوله بطوله هتروح مني. فمفيش نادي من الانديه الكبيره، عشان برضو اهو اهلي، انبي، مقاولين، زمالك، دجله، اسماعيلي، الانديه الكبيره اللي هي بتلعب في دوري هيبقى عارف اللعيب عنده مزور هيلعبه. التزوير بيجي من ولي امر، بيبقى فيه خداع عن النادي وضحك عن النادي ساعات والعاب كتير اولياء الامور وحاجات كتير. ف احنا كدوله ازاي نقضي على قصه التزوير؟ يعني هل هي لحد النهارده مش عارفين نقضي على تزوير؟ يعني ما اظن الدنيا بقت، هو كان طلع بكده محمد قال لك ان كان فيها هيبقى تعمل كشف، على 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 على, على كشف عظام على اللاعب، هو ده اللي بيبين العضلات بتاعته والعظم بتاعه، ده اللي بيبين. لكن كورق انت بيجي لك ورق سليم او بيجي لك ورق انت ما بتعرفش كان سليم ومسليم. يعني في لا بيبقى في لعيب بتعمل جامده ومن اولياء الامور. ده انا لينا موقف من سنتين كده كان لعيب برده طلع مزور، لا يعني ده عمل حاجات كبيره قوي ما تعملش، مش عارف عملها ازاي. زور معاكم انتوا في المقاولين العرب، زور في بطاقه وزور في مش عارف ايه وموت واحد وجاب واحد صوره وعمل له بطاقه انه اخوه مش اخوه. لا بجد والله، والله العظيم ده فيلم. يعني موضوع الونش ده طلع مزور من سنتين عندكم في فرقه المقاولين، خسرنا 13 بونت والحمد لله صعدنا. احنا رحنا استعملنا عنه مره واثنين وثلاثه ولا سليم، ده راح جاب لنا واحد ليه بطاقه، يعني واحد اصلا عامل بطاقه جابه عمل له بطاقه تاني عشان اخوه الصغير عشان يثبت ان ده مش عارف يلعب بسن اخوه مزور. يا نهار اسود، طب احنا هنعرفها ازاي دي؟ صحيح، احنا عمرنا ما هنعرفها. ده خد واحد وراح بيه حوالي المدنيه وصوره وتصور عمل بطاقه عشان يثبت ان ده اخوه الكبير، عشان يثبت ان هو الصغير ان هو 2005 وبيلعب وطلع ان هو بيلعب باسم اخوه. يا نهار اسود، ففي حاجات بتبقى غصب عنك ما بتعرفش توصل لها. لكن احنا عمرنا ما هنبقى عارفين حد مزور في اي نادي وهيلعب خالص. الناس تعلمه كاداره نادي وكاداره مقاولين العرب ان ما بننزلش حد الملعب يلعب ماتشات ويكون استعلمنا عليه. يعني احنا طبعا هي مش شغله المدير الفني، يبقى في اداري مسؤول عن الحاجات ديت، مدير اداري مسؤولين. اي لعيب بيجي عندنا جديد او كده بنروح نستعلم عليه. لكن هل بقى ممكن يبقى في يطلع في لعبه احنا ما شفناهاش مش عارفينها؟ لان لعيب من اولياء امور حاجات اولياء امور دلوقتي بقى كل واحد عايز يزور ابنه ولاعب ابنه بالعافيه. نادي المقاولين عشان خاطر برضو حضرتك موجود معانا والكابتن عماد النحاس، ونادي المقاولين السنه دي مختلف قوي عن السنه اللي فاتت. يعني السنه دي البدايه مش موفقه زي السنه. بص هو كان برضو يعني لسه جايبين مش يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله عماد النحاس عمل الموسم طبعا طبعا جدا طبعا. افضل الهبيب. مدير فني نتائج بصراحه كبيره جدا في فريق اول في الدوري، مركز حقق مركز الرابع شارك في افريقيا بطوله افريقيه بعد 15 سنه، فده انجاز كبير للنادي من العرب بصراحه، عشان برضو ياخد حقه هو وجهازه. مهندس محمد عادل على راس المنظومه فوق ماشيين بخطوات بصراحه محترمه. يعني يجي بقى الموسم السنه دي احنا عارفين ان هو موسم استثنائي، برضو جاب لعيبه كتير استكمالا للموسم اللي فات، جاب لعيبه كتير، في ناس مشيت، في لعيبه برضو لسه ما فيش انسجام مع بعض، في لعيبه كتير جدا كان في اصابات كتير الفتره اللي فاتت وربنا يشفيهم ورجعوا تاني، فالامور لسه ما ظبطتش. لكن بداوا ماتش البنك الاهلي كانوا عاملين ماتش كويس جدا، كسبوا وكان اداء كويس مكسب كويس، وان شاء الله دي تبقى بدايه ويكملوا بيه الموسم اللي فاتوا اللي ان شاء الله. ان هو صراحه جاز محترم. فرصه المقاولين في البطوله الافريقيه الكونفدراليه مع النادي النجم الساحلي في تونس هتبقى عامله ازاي؟ بص هو ماتش صعب طبعا، انت عارف الانديه التونسيه اللي طبعًا بتلعبها، بس انا شايف دلوقتي ان مش هقول صعب ليه؟ مفيش جماهير خلاص. صحيح. يعني انت هتروح تلعبهم اكنك بتلعبهم هنا. يعني نفس يعني لكن هو قوه الماتشات مع تونس وجمهورها. صحيح. يعني قوه الماتشات والخوف انت تروح تلعب جمهور الاستاد مقفول وجماهير مجانين كوره زي عندنا هنا كده، فتلاقي الاستاد مقفول، هو ده الضغط اللي عليك وكده. لكن دلوقتي مفيش جمهور، فالماتش يعني خلاص زيك زيه، انت بتلعب اكنك بتلعب في القاهره بدون جمهور. هو كاسم النجم الساحلي فرقه كبيره واسم كبير، لكن المقاولين قادر وعنده لعيبه كويسه وجاب صفقات كويسه جدا. انا شايف ان السنه دي بصراحه يمكن من احسن السنين اللي المقاولين فيها صفقات. صحيح. لعيبه كويسه جدا. صحيح. اختيار كويس ان شاء الله يبقوا فاده للنادي، ونقدر ان شاء الله نعدي الدور بتاع الناس. بيسالوني في الابيس بيقولوا اسال كابتن سامح مين المهاجم اللي شايفه يمثل او يعوض غياب مصطفى محمد؟ انا كان نفسي فوتر باليا بصراحه بتاع النادي الاهلي دوت. غير كده لحد دلوقتي انا يعني مش شايف حد في جميع الانديه، يمكن حسن بتاع سموحه شويه. انا شايف بقى ان احنا نعتمد على اللي عندنا ونجهزهم، خصوصا الاثنين الصغيرين 2001 حسام اشرف واسامه فيصل. يعني الزمالك النهارده انت شايف المهاجم الوحيد اللي يقدر يعوض غياب مصطفى محمد في اللعيبه اللي في الدوري المصري بعد ولتر بواليا ممكن يبقى حسام حسن؟ ممكن يبقى حسام حسن شويه، وبعد كده بقى يعني نشوف اللعيبه اللي عندنا نديها فرص نشتغل عليهم كويس نطلع منهم افضل حاجه، ان هم اثنين فراوده في منتخب الناشئين، اثنين فراوده حسام اشرف وسام فيصل، اثنين لعيبه كويسه جدا. في الاخر رسالتك لبتشيكو مدير الفني لنادي الزمالك اللي عامل شغل مميز الفتره الاخيره. وماشي كويس، عامل حاله في نادي الزمالك الدفاعيه كويس جدا،
وانا يعني مبسوط ان زمالك بيقدر يدافع كويس. ان زمالك طبعا زي ما قلت كده من شويه بس فنه هندسه اللي بيهتموا بالكوره الهجوميه والشكل الجمالي على حساب حساب الدفاعيه. فرقه ما بتدافعش كويس ما بتعرفش تكسب. عشان تكسب لازم يكون عندك فرقه بتدافع كويس. فهو ما شاء الله الحته دي ميزه عنده دي من زمان، من ايام ما جه الفتره الاولانيه عنده حته دفاعيه كويس جدا، عنده التزام في الطريقه، كله بيرجع تحت الكوره. وشوفنا امبارح كله بيدافع كله بيرجع. شخصيته قويه شفناه برده في كذا موقف قبل كده الفتره الاولانيه. فدي ان شاء الله رسالة يبقى ليه ان هو يعني ايه، ان زي ما قلت لك ان اللعيبه عايزه تلعب شوط اول زي الشوط الثاني. دي لازم حد يقولها للعيبه، ان انا الماتش مش عايزين نقعد جمهورنا على اعصابه، مش عايزين نقعد الجمهور خايف قلقان، لا انا اقدر اكسب واحد واثنين وثلاثه واربعه، كل مكسب سكور عالي. دي بتديني ثقه في الاداء، بتديني شكل كويس، بتخوف بقيه الفرق مني. بنشكر حضرتك كابتن سامي على الحلقه الجميله والمميزه النهارده معانا في برنامج صرخه ناشئ. بنشكر الجمهور، بنشكر الكابتن محمد ابو رحاب، الاستاذ اسلام في الاتصال. على وعد ان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه باذن الله مع برنامج صرخه ناشئ. نلتقيكم الاسبوع القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.